كعادته خلال شهر رمضان يتسوق إبراهيم دورمان لشراء الاحتياجات الغذائية الأساسية للشهر الكريم، لكن المفاجأة الصادمة هي ارتفاع الأسعار بشكل كبير ما اضطره لتقليص كميات المشتريات والتركيز على ما يكفي لأسرته التي تتكون من 6 أشخاص. والله هو حقيقة كل شيء موجود، لكن الأسعار اللي نشوفها الحقيقة فاتت الأسعار الخيالية يعني. وما أثار استغراب إبراهيم أكثر هو ارتفاع أسعار بعض المنتجات الليبية كالتمر الذي يزرع هناك بكثرة ويعتبر من أساسيات إفطار الصائم. وصل لي تقريبا 87 دينار، هذا التمر عندنا ما شاء الله في ليبيا كلها موجود. معظم التجار يؤكدون أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير خلال هذا العام، من عكس سلبا على القوة الشرائية خصوصا بالنسبة للمواطن البسيط. أسعار نقول لك غالية جدا جدا بدرجة إنها ما توصفهاش. التجار الله يسامحهم ما فيش مساعدة من التاجر للمواطن. قلة السيولة وصعوبة سحب الأموال من المصارف أسباب أدت إلى توجه الناس للدين من المحلات التجارية. الدين طبعا الكراسة هذه ما تشملش يعني الاحترام إليك، أنا تاجر بسيط صاحب محل مواد غذائية، الكراسة ما تفرغش من الدين ومعاناة الناس. تجي تقول له تعالى خلص دينك يقول لك والله يعني ميزانية ما عنديش، فلوس ما عنديش. أما باعة الجملة فلاحظوا ضعف إقبال الناس على الشراء على غير المعتاد وارتفاع الأسعار لأكثر من الضعف. ارتفاع الأسعار بنسبة تفوق 120% أدى إلى تخلي المواطن الليبي تماماً عن السلع الكملية التي ارتبطت بالشهر الكريم، بل إن استخدام المواد الأساسية انخفض إلى النصف، وهو وضع مأساوي قلل من فرحة الشهر الكريم في بلد اعتاد أهله على الكرم والسخاء خلال رمضان.